هيا يا جلال، هيا 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 يا ناس. هذا الراجل هذيك حق محمد مثنى. لن يمتلك العدو الإسرائيلي الردع ولن يستعيد الردع تجاه عمليات الإسناد من جانب بلدنا لمناصرة الشعب الفلسطيني، والنتائج هي ستكون المزيد من التصعيد والاستهداف للعدو الإسرائيلي، وأيضا في تطوير الإمكانات والقدرات والتكيف مع مستوى التحدي. الضربات التي حدثت أمس من قبل إسرائيل لن تثني عن مواصلة استهدافها أبداً، وذلك رداً على مجازرهم التي يوميا تكون في حق الشعب الفلسطيني، وأيضاً سنرد إن شاء الله بأكثر لأنهم انتهكوا سيادتنا. لن نتوانع عن الوقوف إلى جانب إخواننا في فلسطين مهما كانت النتائج. أما الضرب فأمريكا لها سنوات وهي تضربنا، أمريكا ومن يسير في فلكها. במלון הדירות שבו גר ועבד, ומהשינה הזו כבר לא התעורר.